جميل. في عندنا الترا صوت، رابيد اكتنج انالوجز الترا صوت، واضح الاسماء شغل بسرعه وفيري شورت لا تتعدى اربع ساعات. دي تتاخد كم مره في اليوم يا ابناء؟ على الاقل اربع مرات، على الاقل اربع مرات، وهتنام بالليل طبعا. شو ازاي الترا صوت عشان خاطر معلش الجهاز البالي يكون له من اي ان انا غيرت فيه شويه حاجات. في شورت، الشورت تقعد ست ساعات شورت، عرفتوا ليه؟ في انترميديات، تنطبق هنا كلمة خير الأمور الوسط على الانترميديت في علاج كتير قوي الناس في مصرنا العزيزة بيتعالجوا الانترميديت لوحدهم. على فكرة في لونج اند بريباريشن، يا سلام الجدول ده، بس طبعا الزملاء بيعدوا الجدول ده لأن في العمل مش هيقولوا لهم، بس مش هتستخدموه في العمل كتير، هستخدموا نوع واحد من الشيء بس في العمل الانترميديت. لكن أنا عاوزك تعرف، أنا مش هسألكم فيه، بسأل بتوع الماجستيرات والعناية المركزة، ده لازم يعرفوا على تلطيف صواب بتاع القلب والعناية المركزة بالذات كريتيكال كير اللي مشرف عليهم أنا، بصمم الأنسولين يعرفوا كلكم زي، وفي حاجة اسمها بري ميكس الأنسولين، يقول لك مش عارف في أنسولين 70 30، ما سمعت الكلام ده ولا لأ؟ خشوا في المود بقى، أنتم يعني هتعالجوا ناس كتير. بص يا دكتور شايف؟ شايف ده ولا لأ؟ ده الأنسولين بريبيشن مش حاجة، ده الألترا صوت، ده الالترا شورت، شايف بس عارف كلمه معلش يشتغل بسرعه خلال دقائق ربع ساعه ما يزيدش عن اربع خمس ساعات. الترا شورت معلش في اسامي مش عندك. يا سلام على الكلام الحلو ده. في حاجه اسمها انسولين اسبارت نوفو غبي اسم التجاري. في انسولين ليستو هما دول. في انسولين بلو ليزين ابيدرا احدث حاجه. كل دول الترا صوت. بيني وبينك انا مش مضيع وقت، انا بقولها في عجاله انا لها عوده، لازم في العمل اللي عوده. بص وانا قلت المريض اديتهم هذا الكلام هيقول له بس عاوز اقول كلمه، هل ينفع حقنه واحده في اليوم من الالترا صوت؟ لا ثلاث مرات مش كده؟ اه يا اما ادي معاه حاجه لونج اكت او انترميديت اكت، فاهمين بقول ايه ولا لا؟ اه اشتغل بسرعه غاليه، كل دول غاليه. شايف بقول ايه؟ انسل ليسكو مثلا ده اهو لو هما لوب ده، غيرنا في الانسولين حطينا امين اسمولايزين اند كولين غيرناه في الانسولين. بديك بس في عندنا حاجه اسمها شورت، زي مين الشورت يا ابناء؟ بس قبل الشورت شو زي التمرين كده ربع ساعه، ده يشتغل بعد نص ساعه ساعه، يقعد اطول شويه من اربعه ست ساعات. حاجه اسمها ريجولار او سوليبل انسولين، هذا هو النوع الوحيد اللي تاخد في الوريد. انت بقى قلبك الكريم انسولين مائي مائي. وفي حاجه اسمها سيني لينت، كلمه لينت بالفرنساوي يعني بطيء، لينت كتير منكم ثقافته الفرنسيه، لينت يعني بطيء، سيني لينت يعني شبه بطيء، بيشتغل بعد ساعه. لما اقول لينت بس اشتغل بعد ساعتين ثلاثه مش كده؟ لا اما اقول الترا لينت يعني بطيء جدا، مش فاهمين كلامي يا بقى؟ سيمي لينت. تعرف عملوا ايه؟ جابوا الانسولين وحطوا عليه شويه زيت، مش هدف مش هيجي في امتحان بريبيشن، بس قد تسال فيها لو حد شاطر اسمها شورت اكت سوليبل انسولين يغطي ست ساعات. اسالك سؤال، في المستشفيات دول يستخدموا ده؟ اكتب عليها في المستشفيات سوليبل. زي ما قلت لك لو كنت خدت بالك، ياخدوا الواحد اقراص داخل يعمل عمليه ويكتب للحكيمه كده يعطى انسولين مائي تحت الجلد ثلاث مرات في اليوم حسب التحليل، فاهمين كلامي؟ روح كده شوف ايه اللي بيحصل في المستشفى حسب التحليل. يعني ياخدوا من عينه الجول او الجهاز دلوقتي الاكل تشيك او جلوكو تشيك ده ويقيس السكر ويديله حسب التحليل، يقول لهم جدول كده لو طلع سكر مش عارف من 130 180 اديله 5 وحدات، لو فوق من 100 230 اديله 10 وحدات. ده في المستشفى سوري بنسين، ده مفيد قوي ورخيص قوي. خير الامور الوسط في الانسولين انترميديت اكل، بصوا ده قال ايه بتنور ده ليه؟ ليه نور ربنا نور طريقك، فاهم ازاي؟ ذا اونلي انسولين ديسريشن which can be given IV and subcutaneous. معايا ولا مش معايا؟ مهم الكلام ده.
مهم. يا سلام. انترميديت اكتين اهو ده اشهر نوع من الانسولين. اكتب عليه معلش الاشهر مش الاعظم، الاشهر. اشهر اسمه ان بي اتش، هو اختصار كلمه اسمها اهو ده اللي عايزينه. اكتب عليه في العملي فقط، يعني في العملي لن يتعرضوا للاخيره ده. شوف ده اشتغل على كام ساعه؟ ساعتين لاربع ساعات. ده حاجه الترا شوت اشتغل على ربع ساعه صح؟ الشوط اللي فات اشتغل على ايه؟ نص ساعه ساعه مش كده ولا لا؟ وفي كان في فوق حاجه اسمها سيمي لاند. يعني شبه بطيء، ده بطيء، هتلاقي واحد لاند اهو بطيء اشتغل عشان اخر ازاي؟ وده يقعد من 10 ل 16 يتكلم جنبيها 18 بدل 16 هي مظبوط 16 تخليها 18 ساعه 18 ساعه. صدقني في ناس ماشيه على حقنه واحده بس من ال NPH المشهور بكلمه اسمها نيوترال بوتامين اوف هاجنون. هاجنون ده اسم واحد غلط معهد في انجلترا. NPH قال لي الانسولين حطوا عليه ماده اسمها بوتامين عشان يخلوه سسبنشن، اخلوه شويه وطول مفعول مش عارف هم بدوا الكلام بقوله ولا لا. حطوا عليه يا اما يحطوا زنك او ماده اسمها بوتامين. زي بوتامين تخلي الانسولين هي سسبنشن، يبقى ديليت اونست لونج ديوريشن. اشهر نوع ان بي اتش سمي باسم الراجل المعهد نيوترال بوتامين هاجنون. هاجنون ده اسمه راجل وده في العامي عندك حاله هتديها ده اسمه ايزوفين انسولين او ان بي اتش ليمت. ده بيحطوا زين خلوه بطيء ساعتين اللي قبله كان سيمي ايه؟ ليمت خلاص خلاص الجدول مش عايز صعب بس ده انت على راحتك كل دول تحت كده. صدقوني في ناس عايشين على حقنه واحده انترميت وفي السوق المصري اسمه ان بي اتش او ليه اسم تاني اسمه هيوميلين مش مهم اهو شايف هيوميلين اهو ان مش وقت. وفي لونج اكتن الترا لينت برافو لونج اكتن الترا لينت شايف بيتاخر قوي الترا لينت شايف ست ساعات بطيء شديد البطء اللي قبليه متوسط البطء والاولاني اقل بطء في سيمي لينت ولينت والترا لينت. انتوا معايا ولا لا؟ لينت يعني بطيء رند لينت معناها صيام الاخوه في الوطن الاقباط الايام دي اسمه لينت. فاهم ازاي؟ بص عشان خاطري رجاء محبه تعرفوا الجداد دول اللي انا بموت فيهم حاجه اسمها انسون جرادين وانسون ديتيمير. اكتب عليهم بقلمك الحلو ده بيزل انسون. بيزل انسون انسون قاعدي. قاعدي يعني قاعده الانسولين ده اللي اسمه لانتوس وليفيمير. يا سلام بطوش القليلة تمن الأمبولة الواحدة 90 جنيه، إيه 90 جنيه زمان؟ أنا بقول كده أنا بهزر 90 جنيه راجل غلبان دي بهيت شهر. أنا بشوف أما واحد بتستعرضه على الرقم تقول له بتديه مع أنواع الأنسولين التانية. أنا يعني أنا كنت بدي السكر في 10 ساعات خلي بالنا أربعة معلش أنا بقول على قد بص ده وده حلوين أنا بكتبهم كل يوم بس في وسط مرضى معاهم قرش اقول له اول ما كان كل عيان اقول له تم الدواء. يقول لك يا دكتور ضغط دماغ اقول له الشوت ده بيتكلف كتير مش اقل من 500 جنيه تقدر تدفعها؟ يقول لك ايوه مش مهم في ناس مش فلوس في واحد وناس كويسه مش عيب وانا مش عشان غالي ده كويس وعشان فقير واحد يقول ما اقدرش يا دكتور شوف لي بديل دول اصلا طالعين جداد. شوف ده اسمه ده لونج اكتنج انسول. بص انسول جلاجين لانتوس وانسول ديتيمير ليفيمير دول بيزل انسولين. يعني ايه بيزل؟ بنديهم ونبني عليهم انواع ثانيه من الانسولين. انا بحبهم قوي لاسباب على فكره. بص اهو تحت انسولين بلاج اي مثلا حاطين عليه ايه؟ غيروا امينو اسيد جلايسين وارجينين حطوهم في الانسولين. ليست هذه القضيه. ده مش بص في انسولين بريباريشن حاطين حاجات مع بعض. انا هقول اول واحد حاطين 70% ان بي اتش. سمعت عن ان بي اتش 70%؟ و 30% انسين ليلة سوري حلوه. شوف ملعوبه كمان هنسيبها رسمه كده خلاص هنقل على سايد بيتش انسون عشان عندي لا باصص والا ما
في ناس لازم تديهم الحل او ربنا ادانا العمر بدك بص في ميكس ده اهو الناس في مصرنا العزيزه انت لازم تكلم ده قطاع كبير قوي في الالياف يحبوا الاي دي اتش اهو ان دي اتش سمعت يعني ايه ان دي اتش معناها الترميد بيشتغل بعد ساعتين مش لسه خدنا كده ولا ما خدوش ويقعد شغال قد ايه؟ 16 او 18 ساعة في ناس يقول لك تاخد ايه انسولين؟ يقول لي يا دكتور محسن انا باخد دواء اسمه ميكستار انسولين اسمه ميكستار معلش اللي هقول بعد شوية او باخد ان بي اتش اللي بيش هو ده مقضيك يقول لي اصلا مش بفطر انا يا دوبك كويس بيشتغل على ساعتين مش مشكلة يا دوبك باكل يا دوبك كوبا رغيف بحته جبنه قريش حلوه كده وخياريه واشرب شويه شاي من السكر ده كويس ينفع للبي اتش واحد لكن سبوز من الناس اللي بيفطر جامد وصدقوني على امانه من اخ عام امبارح شفته ف لما بقول لكم انا في حته حتى بقول له بتاكل كام رغيف قال لي في الطاقه عام مسكين ثلاث رغيف في كل طاقه تسعه في الرغيفه وقلت له سالته الشاي بتاخد ايه؟ قال لي ثلاث معالق كوبايه الشاي قلت له تاخد ايه؟ ما تهدش طول ما احنا قاعدين مع بعض او نشرب شاي قلت له هو جاي ب 600 سكر قلت له يا حبيبي لو قللت السكر الشاي خالص والغرفه كانت في اليوم ومفروض الجدول اللي كاتبه انا رغيف في اليوم وربع نص ربع بص لي باستهزاء وتعالي واحتقار فاهم ازاي؟ رغيف يعني قالها تعبير لطيف يا روحي ابلغ حاجه في حياتك يساتسفاي يوسف لو انت رايق يعني ما عندكش هموم كتيره تسمع العيال قال لي بعرف اتحرك بعد كده شوف زي حرف حرف رغيف المفروض ده بيديله طاقه لاحظ ان انا بركز على كلمه دايت من طول عشان كده عملناها سلايد جديده السنه دي قوي دايت دكتور بص معلش لو يفطر جامد فطار الجمعه ده يوم الجمعه فاهم ازاي؟ الناس تسخن سلطات الفول قد كده فكر غريب فكر انتوا دكاتره انا لا احرج من لا احرج من الكلام اللي بقول لك بنقل لك على المرض الله شاهد عليا في نفس يعني في تعاقدات شركات كتيره فبيقولوا لي يوم الجمعه ده اليوم اللي احنا راحه ناكل فيه كميات ضخمه اهو ده لازم بص بص يتعب لو كان الفطر جامد قوي لو عمال بيشتغل ساعتين يبدو مع الصوت شويه سوليد الانسولين اللي بيشتغل سوليد الانسولين صابطينه شويه بعد نص ساعه ساعه ولو اربع ساعات واخد بالك فطر ولا مش واخد بالك غطالي حته الموني جلوكوزويا ده كلام كلام صعب الان ده موني جلوكوزويا مش كده؟ هنا لو ما خدش سوليد معاك عشان كده بقول لك 70% ان بي اتش و30% اسمه في الصوره حتى 70 30 وصل ولا ما وصلش؟ الكلام ده من فضلك مش عاوز استفيد اكتر من كده عيوب الانسولين ايه؟ اول عيب عيب طبيب اهو ده جبتي قوي في الامتحان عيوب الانسولين ايه يا دكتور؟ معلش بقول لك حاجه بص اول حاجه هايبوجلايسيميا هايبوجلايسيميا نقص السكر نقص السكر احترمت جدا من كام سنة وقفوا الأخبار عندنا في التلفزيون وقفوها وأنا مش من مشاهدي التلفزيون مش بتاخدش مقياس بشوف خاصة يعني ما فيش وقت أشوف شفت الأخبار الأسبوع اللي كويس لكن احترمت هذا الشخص دكتور في الجيزة قال أنا كتبت جرعة أنسولين غلط لمريض راح بلغ التلفزيون التصرف يدل على نفس قد ايه حي يعني انسان مخلص فهمت؟ انا اديت انسولين زياده والله في اخطاء انا اديت انسولين زياده انا ياما ساهمت في موت ناس فاهم ازاي؟ من غير مدري واحنا هنتكلم احنا عاوز انا مش هضحك على بعض احنا مهنه واحده احنا ولاد كار واحد فاهم ازاي؟ زي ما بيقول هقول لك ان كل روشتاتي دقيقه وصح هقول لك كل روشتات دقيقه يا بغلط يا ما كتبت المليجرام ده انا فاكر اول مريض كشفت عليه في حي امبابه مش عارف شارع المنيره امتياز تاني يوم فتحت عياده طوّاق جدا انا مارس طب
وفتحت عيادة كان عندي دكه كده خشب طال الناس ما كانش فيه لكشوريز دلوقتي العيادات وانا فاكر اول مريض فاهم ازاي كشفت عليه قال كان تاج المخدرات الله يرحمه فاهم ازاي هذا رجل توفى بس مش توفى انا مريضته ومات بعديها بثلاث سنين لكن كان عنده تايفويد وعمال يفومت وعلى كان ايام في مضاد حيوي اسمه كلورامفينيكول كتبت له كلورامفينيكول كبسولات فالراجل انا بتقيد قلت له عايش خد ده مش فاهم بيتقيد كل ما ياخده يتقيد يبقى ازاي عالجته فالاخطاء الطب كثيره متعدده يا ما كتبنا الملي جرام جرام لولا زمان الصيادله الشاطرين بيصلحوا لنا فاهم ازاي وانت والصيدلي جناحين الشفاء اوعى تقول انا والصيدلي مالكش دعوه طبعا ما يوصفش الادويه ما يتشخص ولكن بيساعدونا جدا جدا تيم ورك مفيش انا خلاص في الطب في نحت ليه قول كده هاي هايبوغلايسيميا الراجل تحت رمته كتب جوع كده بص سبب الهايبوغلايسيميا سمع يا دكتور تو ماتش انسولين واحد خد جوع زياده تقول لي ما قلتليش يا دكتور محسن مفيش وقت ازاي بيحسبوا الجرعه بتاعه الانسولين مش وقتها ولا في العمل حلو بالك طب قولها انت مش وقت فاهم ازاي؟ 0.4 لكل كيلو 0.4 لكل كيلو يونت بنقسمها حسب حياخد نوع الانسولين ده كده برود لاين تو ماتش او ما كانش احنا عندنا في مصر ما يعرف عن سكر شوفوا شوف الشكل العام بتاع المرضى اللي ما يعرف عن سكر وهو جاي بقى وشه تلاقيه يتغير بالوان الطيف فاهم ازاي ويبتدي قاعد قلقان يقول لك ايه ويبقى مطيع جدا اللي هتقول لي عليها دكتور حمش عليه انا مريضك يا دكتور هنا رايح شو عند حد غير ما صدقتش الكلام ده كله فاهم ازاي؟ من عندك يعني من كل جنب فاهم ازاي؟ اللي انا عايزه مش هو حر اللي انا ليه بقول كده؟ كتبت له انسين كتير قلنا عندك انت ما عندكش وقت بقى انت مش انا لا بدينك بدين نفسي اول حد ما عندكش عارف تجيب فلوس كتير فاهم ازاي؟ وما هتحقق العين اللي بيقولوا عليها دي ازاي؟ عامل فيها ولا انا العزبه فاهم ازاي؟ المهم اللي انا عاوز اقوله ما بياكلش مرضى السكر تجد مفيش اكل ده انت تاكل ثلاثه ثلاثه بس اكل مخصوص او تو ماتش اكسرسايز انا بقول لمرضى السكر اعملوا مجهود امشي يا اخي لو ما بتمشيش وبيتك واسع وعندك عجله نص ساعه عليها تحرق سكر وعلى فكره هقول كلمه صعبه من النهارده الديلي ريكويرمنت اوف انسولين از انفيرسلي بروبورشنال ويز اكسرسايز فكر فيها انت مروح الديلي ريكويرمنت اوف انسولين از انفيرسلي بروبورشنال ويز اكسرسايز يعني كل ما تعمل مجهود يقل احتياجات الانسولين وصلت ولا لا؟ جت سؤال انا كنت قلتها اطلقتها كده طبعا كل واحد يقول لي ده انا عملت مجهود ولا امبارح حسيت بتقول ايه؟ وانا على العجله انت قلت لي احنا عندنا عجله مش لاقي نص ساعه لقيت نفسي عرقت وسويتنج بص بقى دي اسباب واحد بقول له اعمل اكسرسايز فهمني غلط وجري الملعب ثلاث مرات فاهم ازاي؟ وقع زي استاذ لينا استاذ سكر وضايق بعد ما مشي الملعب ثلاث مرات وهو استاذ سكر انا بقول لك الحقائق ما اقدرش اقول اسامي كان استاذ في طب عين شمس واستاذ سكر مشي الملعب ثلاث مرات واحد يصير قال لك حاجه احنا ما يدوش الفرق بين الاكل الصيني والاكل ما يزيدش عن ربع ساعه. عشان كده انا واحد من الناس بقول خطا لكن يعني ما تنقلهوش عني بس بقول للعيان هو المفروض انك نسيت تاكل ربع ساعه قبل الاكل بقول له حط كل اول لقمه وخد الحقنه فاضمن تريات مش كده ولا لا؟ ليه؟ بنسمع عن قصص غريبه في الهايبوغلايسيميا. انا خدت الحقنه مثلا قبلها ربع ساعه المفروض تاخد قبلها ربع ساعه وجاي تليفون الحق ضاربنا في المدرسه فاهم ازاي؟ انا خدت الانسولين بلا اكل بلا بتاع انزل شوف الولد فاهم ازاي؟ يجيبوه من المدرسه بطايق وليس الكوما فاهم ازاي؟ لا يجيبوه من الصبح يا ما ناس مستعجل عندي محاضره تعبانه فاهم ازاي؟ وعاوز اروح احضر وخدت الانسولين عشان كده مهم قوي الكلام ده علاج ايه؟ يا جماعه اللي عندهم هايبو جلايسيميا انتوا تعرفوه اللي ممكن نازل النهارده من غير فطار وسكره نقص تاني بعد شويه قاعد
انا تعبان سكري اهو عيت وقلبي رفض او يهاف يجي لي تاكيكاردي قلبي هيموت من سجن مفيش حد معاه حاجه حلوه اي شوكولاته شوف انا السنه فات قلت زميلكم انا شفتها مليون مره طبعا لكن شفتها على كوبري اكتوبر وانا حاطط معايا في العربيه سويتس باستمرار كاندي بونبون او شوكولاتات هتقولي ايه ده موضوع تاني فاهم ازاي؟ ولقيت واحد على كوبري اكتوبر وانا شفت مهزوز جدا وقف العربيه مهزوز وانا عملت مهزوز جدا وبيخبط خبط كده بطريقه طلعت له شوكولاته فاهم ازاي؟ ما اقولش بيخبط ليه؟ بليف مي بالامانه It is a case of hypoglycemia. الحقوا في الأول وفي ناس بتجيلهم زي ما هقول بعد شوية نص الليل خدوه على كتير وما تعشاش. يعني عينيه تزغلل blurred vision ويقول لك أنا حاسس إن أنا مهزوز. لو ليكم قريب عنده دايابيتس يعرف حاسس إن مهزوز فاهم ازاي؟ يفتح التلاجة جعان ويبتدي يشرب كان بيبسي كاملة. علاج الهايبوجلايسيميا عشان موجود عندك الكتاب العملي إذا مش في غيبوبة اديله سكر بالفم نص كوباية برتقال نص كنز أهو بص إزاي الأعراض أهي بص في المزاج تشارج يكتر عشان يعاني السكر ولما يقل السكر في دماغك يحصل حاجة اسمها نيو جلايسوبينيا بص الصور شغل الصور شكله هايبوجلايسيميا شايف سويتنج تنمز أنتوا عارفين السمباتيك بيعمل تنمز يقول لك يجي لي كده رعشة يا دكتور هفة وصفار أو تاكيكاردي يا خوفي لو بتكون بتاخد بيتا بلوكر تخش في هايبوجلايسيميا في سلام وتموت في سلام نو وورنينج مفيش تحذيرات مفيش ده التاكيكاردي دي كنت سايلنت وسكر كنت ابناء شايف قالوا دي اعراض الهايبوجلايسيميا او لما يقل السكر في دماغك بص تبقى جعان كده زي الاسد عارف تاكل اي حاجه ويجي لك كونفرجنز اللي كانوا بيعملوها زمان في الناس الشيزوفرينيك بدل ما يدوا كهرباء يدوا انسولين عشان يدخلوا في هايبوجلايسيميك كونفرجنز شايف؟ الريتابيليتي لان عنده نقص سكري في الفيلم يعني ما يقدرش العلاج ده في العقل اهو بص اذا مش في غيبوبه مايل بيسود ياخد ده كان كونشس واوتوماتيك ياخد بطعام اوفر جوس او كان تمام يقول لهم يبقى حط حاجه حلوه مربى صغيره مش مربى صغيره في جيبك او كان صغير او ما يجيبوا اعراض هايبوجلايسيميا دكاتره اذا في كوما انا بخاف مليون مره من الهايبوجلايسيميا الكوما اكثر مليون مره من كيتوز الكوما إذا في كوما بص ياخد جلوكوز 50-50 بص دكتور حاجة تانية إذا بيش أنكوتش اديله جلوكوز 50-50 تبقى لها هام جدا 50 مللي 50% قلت لك حكيت لك القصة دي الترم الأول من كام شهر قلت لك جت عربيتي ساعات بالنفيل بتاعها وقفت قدام العيال انا عيت يعني دور الارض خالص ويعني وقف قدام الباب بتاع العياده وعيانه وجابوها انا مش المفروض استقبل الامرجنس فقالوا لفوا عليها في المستشفى قلت لك القصه دي وانت هتشخص من المراحل لفوا المستشفى كانت قاعده زحمه جدا وكنت بتضايق من المناظر كده ما كنتش المرضى كويس فالفكره دخلوها لي بتوع الاسعاف وقال لك المستشفى مش عاوز تقبلها ليه؟ قال لها حاله ميتانه طب لما كانت فيها ايه؟ قالوا شخصوها نزيف في المخ. فجبت واهلها معاها نزيف في المخ. شوف ان انا اشوف اعراض نزيف في المخ. لا عين ضيقه، هتعرف اعراض نزيف في لا عين ضيقه. ايه نزيف؟ عملوا لها اشعه يا عم اما ار اي على الدماغ ما عندهمش ام ار اي. بعتوا الكلام بقى كله في النهايه جهاز السكر التعبان ده المفروض تستثمروا فلوسكم في حاجات مفيده في حياتك المستقبليه. شفت السكر أنا لا أنسى الرقم لقيت إن السكر عندها 42 فاهم إزاي؟ أنا بقول لهم فقلت لأهلها دي مريضة سكر؟ قالوا آه خدت يا جماعة العلاج؟ قالوا خدت الدوية بس كانت قاعد نفسي غم عليها ما كلتش يا سلام
قلت حتى الممرض الاسعاف من فضلك انا عندي يعني ما بدعلكش بدعلكش في العياده بدعلكش قدام الناس اهل العياده اديها وممرض لا ما تشغليه ممنوع انا احترمت يعني ده مش مفروض يدي جبت حقنه الجلوكوز فاهم ازاي واتكلت على الله وانا يعني عجزت حتى ايديا في الرعش مش قويه واديتها صدقوني لو واحد في هايبو جلايسيميك كوما باذن الله كله قبل ما تخلص الحقنه تنفتح عينيه قبل ما تخلص الحقنه يكون بيكلمك ودي من الحاجات اللي بتعمل لكم تاثير كويس امام الناس لما يقول لك وسع الانتباه الطبيب وصل فاهم ازاي محدش يتكلم وبتاع تبتدي انت بقى ينتبه الفيلات والزهر وقبل الكسر الكليات تتكبر تدي جلوكوز بقول لك لو تشخيصك صح ما تكونش الحاله هايبوجلايسيميك كوما او دايابيتس قبل ما تدي الحقنه تلاقي في نهايتها العيان في حقيقي صحي كنا بنشوف الهايبوجلايسيميك كوما في الارياف انا للاسف ما اعرفش الارياف لكن كنت بزور زمايلي في محافظه الجيزه محافظه الفيوم بحبها قوي درستهم لغايه دلوقتي شفت كم مره حاله كان عندنا رونج اهل بالبيسمات على حسب الترا لينت لسه واخد من شويه تعرف ده بيقعد كام؟ بيقعد شغال اكتر من 24 ساعه حتى فالحين عندنا كان بيوزعوا في الوحده المدرسيه في الوحده قصدي الصحيه كان يدوا الترا لينت حاجه اسمها بيزا دي اي بروتامين زنك انسول حاطين بروتامين زنك معلش خد بالك تاني فالحين يناموا بدري كان زمان دلوقتي الدش ربنا يخليه يناموا بدري ينام الساعه 7 ويصحى يصلي الفجر الساعه 4 ما كانش الساعة 7 ده كان أكل بسيط وخد الحقنة اللي هي الطويلة المفعول دي البيك بتاعها بيحصل الساعة 1 بالليل تعمل حاجة ولا لا؟ يعني بيك أعلى نسبة يجوا يصحوا الصبح دخل في هايبوجلايسيميك كوما أنتوا معايا ولا مش معايا؟ عشان كده ضحكتوا المرة اللي فاتت بقول لك يعني ثلاث أكلات وثلاثة إن بتوين الساعة 12 لانش وفي بلاد بره وأمريكا بشوف أنا بيبقى مقدس أنا بقول لهم وأنا حامد وأنا لا تعالى انتم عشان كل فاهم زي وبعد شويه يتعصر ما يبقوش كلمه يتعصر دي يعني معناها اللي تاكل الكيك ده وتتعشى وقبل ما تنام تاكل اكل مش اكل يعني تبقى تجيب طبعا الصغير طبعا هتفرش لا انا بتكلم حاجه بسيطه خوفا من الهايبوجلايسيميك اتاك او العيد يعني ايه وحياتكم يا جماعه جلوكوز 50 50 ما عندكش جلوكوز جلوكاجون ما فيش في مصرنا العزيزة جلوكاجون خالص. نظري. جلوكاجون 1 ملي جرام انترا مسكولر فوق تحت الجلد. جلوكاجون أول كلمة تحسب ليا أو عليا. طبعا مع العجز الواحد بيخش في تفاصيل زيادة ويهمل تفاصيل أخرى. جلوكاجون ده أنا بحبه أوي. بس مش موجود في مصر. سألت سؤال بتوع ماجستيرات القلب وللاسف لم يجاوب بطالب واحد. بقول له لو حصل سيفير براديكاليا ديو تو بيتا بلوكر اسمع السؤال ده عقل بيه الناس ما بتعقلش حد فاهم ازاي؟ بقول له لو حد خد بيتا بلوكر اوفر دوز وما اكثر وجاله براديكاليا ايه علاج؟ الطالب يقول لي انا هركب له بيس ميكر. هركب له بيس ميكر ب 30000 فاهم ازاي؟ بقى ما حد يجيله براديكاليا من بيتا بلوكر اقول له روح اكتب بيس ميكر اللي عندنا يتعدى على اصابع اللي بيركبوه واحده في عين شمس وعندنا ثلاث اولاد هنا بيركبوه الوحيدين ويدفع 30000 ما ازاي عنده؟ علاج البراديكارديا ديو تو اوفر دوز بيتا بلوكر اتروبين طب ما فيش اتروبين قد ايه؟ جلوكاجون ده لو لقيته ان شاء الله فاهم ازاي؟ جلوكاجون يزود الهارت ريت ديو تو اوفر دوز عشان خاطر تفتكروا كلماتي خلاص تاني عيب الانسولين انسولين ريزيستنس مقاومة الانسولين انسولين استنى يا ابناء ريزيستنس مقاومة الانسولين الحمد لله مفيش انتي بوديز لان انا بقيت استخدم في مصرية العزيزة بقى من حوالي ثلاث سنوات الهيومن تايب سيبنا الموفاين والبروكاين تايب ثلاث سنة بتومهاش لايكو اتروفي ولايكو هايبرتروفي علم المريض يا سلام انا بقولك باستمرار مش انا ما بحبش نحن
بإن ستات البيوت يساهموا في الخدمة والعواجيز الرجالة. كنت امبارح استاذنا ما بقولش الاسم رئيس جمعية الزهايمر، هو مسكين يعني كبر في السن لكن عطاء متجدد، فبقول له فبقى لي همتك يا دكتور محسن، بقول له ستات البيوت عاوزين نستفيد بينهم بقى، هم قاعدين طول النهار يجيبوا سيرة الناس فاهم ازاي؟ نزلهم، مش كلهم طبعا، في ناس نزلهم يخدموا تعليم. يعني ليه بقول كده؟ يدي الانسولين ازاي؟ تحت الجلد ده لما تعمل هناك بره تروح ميوزيوم هتلاقي تاخدك واحد ست عاملة فولنتير حاطه اسمها مبسوطه بعملها، قلت لها ده اخدك وده مش عارف حاجه بقى له 100 سنه وده مش عارف هناك اعتزوا بالحاجات اللي احنا عندنا 7000 سنه قيمه وحضاره عظيمه، ده اعلمهم كلمتين يحفظوه ويقولوه. ليه بقول كده؟ لان عندنا مرضى بغالي تاخد مبسوط انسولين هنا، ويجي المريض ينشن على الخرم بتاع امبارح فاهم ازاي؟ يقول لك ايه؟ عشان ما توجعش، عشان بعد شويه الحكايه تبقى جدا بعض تنسيت ازمه لو حقن في حته واحده ليه يحصل هايبرتروفي؟ طبعا هايبرتروفي ليه لايكوجينيسيس يكتب، لكن في غالبيه المرضى لو حقن في نفس المكان اتروفي عيب انسولين الرجي الانسولين. ايه كمان يا دكتور؟ جات سؤال كذا مره وبتيجي تبعي هم نظر سايد افكتس اوف انسولين دكتور ويت جين، ويت جين طبعا بيساعد اللايكوجينيسيس. الثلاثة أربعة كيلو اللي بيزيدها المريض اللي بياخد انسولين صعب، صعب انها تنزل. ليه ما اعرفش؟ صعب انها تنزل عن خبرة بسيطة. جماعة في حاجة تانية، أبص سوموجاي افكت دون فينومين، سوموجاي او دون فينومين. ايه سوموجاي او دون فينومين؟ بص يجي لك عيان يقول لك يا دكتور بص الصيام عندي صبح اعلى من الفطار، ده المعنى مخرب، ده القناه الصبحيه 220 وبعد الاكل بساعتين طلع 140، ظاهره حلوه دون يعني فجر، منذ فجر التاريخ دون فينومينا بيحصل ايه؟ اللي بياكل علاج بالليل وما بياكلش، علاج بالليل وما بياكلش كويس ما يتعشاش زي ما بعض الناس تقول لك شويه زبادي بالكتير ده لو كلته، يا جماعه بالليل هينقص السكر، هيكتر الكاونتر ريجولاتي هرمونز. سمعتوا على الكورتيزون؟ سمعتوا على كاتيكولامين والجلوكوتشكويد والجروث هرمون ولا ما سمعتوش؟ دول هايبر جلايسيميك، وصلت ولا لا؟ لو خدت مثلا علاج بالليل ما اكلتش كويس بص يحصل ايه؟ ينقص سكرك اهو فرق كم ده من النت تلاقيه ينقص سكرك، فالجسم يتحفز يفرز كاونتر ريجولاتي يحاول يعلي السكر، الجسم انت نايم يزود الكورتيزون والجروث هرمون، هم طبيعي بيزيدوا خلقه، ان خدتوا حاجه اسمها سيركاديان ريزم مش كده ولا لا؟ وانت كمان لو قلتهم زياده يحصل هايبر جلايسيميا ريباوند، مو اخر كلمه ريباوند مولد هايبر جلايسيميا، يا سلام عشان اكسس ريليس اوف كاونتر ريجولاتري. بصت ولا لا؟ ظاهره الفجر، عارف في علاج ايه؟ تنقص جوع بالليل. يجي لي عيان يقول لي يا دكتور محسن، يقول لك يا دكتور محسن كبر وخرب بقى، ده انا بقول له السكر عالي الصبح النقص بتاع بالليل، فاهمين الفكره ولا لا؟ بدل ما يزود لي نقص، يا دكتور انا زياده السكر عندي الصبحيه، معلش انا شايف انك لازم تنقص جوع بالليل شويه زي ما احنا وتاكل تكتر الاكل شويه، وصل؟ احنا خلصنا بكده، خلصنا بكده عيوب الانسولين، خلصنا انسولين انقلي على خلاص بقى صفحه مش موجوده عندك لازم تكتبها. ايه الصفحه دي؟ بص انا على فكره سكند انفكشن غير الصفحه دي علاج الدايابيتيك كيتو اسيدوز، مالهاش علاقه بالانسولين، انت معايا ولا مش معايا؟ موجوده عندكم ولا مش موجوده؟ ها؟ انا ما افتحش كتاب، المفروض افتحه قبل ما اجيبكم. يا الله ارحمه. مش موجوده؟ طب اسمعوها بس الاول. موجوده في العملي، لازم تيجي في العملي. هتجيلك في العملي الحاله مرة يعرض المريض لهايبوجلايسيميا ومرة يعرضه
لديك استنى عشان بس الوقت. انت الواحد يخش يا جماعه انا خلصت الانسولين خلاص. One of the complications of diabetes is death. بالذات تايب 1. واحكي القصه اللي بقالي احكيها 40 سنه. 41 سنه. فاهم ازاي؟ وهي الاتي بقولها لك. الاول ايه اللي خلى الواحد يخش في دايابيت الكيتو اسيدوز؟ بص الاول بص عشان يخش الاغراض بقى على طول. اولا نيجلجنس اوف تريتمنت ما بياخدش علاج. ده المرضى السكر بقى المخضرمين اللي بقى لهم فتره سابوا العلاج. مرضى السكر يا جماعه بيمروا بلحظات اكتئاب كتيره. تكون ديزيز كثير من المرضى بيخشوا في لحظات اكتئاب فيقول لك ايه؟ اشوف كده عمال ياكل. طبعا انا مش فاحص الناس فاقعد ادين الناس لكن اي بس افرض قريبي او قريب مني او شايف عمال ياكل يقول انت خدت العلاج؟ ان شاء الله من اول بعد العيد على طول هنتظر. فاهم ازاي؟ تملي قلبي زي بنقول له امشي في طريق الايمان طريق الله. خلاص بس اخر الشهر ده بعد عيد ميلادي وبتاع يمكن ما تعصرش عيد ميلادك ده. فاهم ازاي؟ اللي انا عاوز اقوله في ناس تحب الحج استمرار يخطب يقعد 10 سنين خاطب. فاهم ازاي؟ مش هيجوز. فاهم ازاي؟ في نوع من خوف بلك اتخاذ القرار مش دي القضيه. بص نجم فاهم ما مربوط بكل حاجه. فاهم ازاي؟ أو جاله انفكشن أو هيعمل عملية. فهمنا ليه الانفكشن والعمليات تدخل في دكة ليه؟ لأن ده ستريس مينز اس اس مش كده ولا لا؟ بيعلى سيمباتيك ستيرويد بيعلى السكر أو العواطف الجياشة ايموشن ستريس يخرج من قصة فاشلة يقع في القفشة منها. فاهم ازاي؟ ويعذب نفسه. فاهم ازاي؟ تروما لازم عندك عواطف بس عواطف في الطريق الصحيح مش دي القضية. بص يخش السكر يعلى هو ما بيخشش في الكومة عشان السكر عيب من الكلام ده في مصر. وفي نوع تاني من الكومة نتيجة زيادة السكر النوع ده اسمه دكة دايابيتيك كيتو اسيدوز. هو بيخش عشان الكيتوز والاسيدوز في كومة كده بنسميها دكة. الطالب بيقول لي هايبر جلايسيميا كومة عيب هي سببها الاسيدوزز اللي هنا عشان كده بتدي فيها قلق. دكتور بص شكله ايه؟ بوليومي بولي دكتور اهو بوليدبسي نوزيا وغمبي شايف اكتئاب نفس الاعراض ديهايدريشن من كتر البوليومي تكلم نفسه التملي يبقى نتيجه تكسير الفات اسيتون اوضر اوف بريث. تلاقي فيه انا ما بخش عنبر مرضى في المشفيات وهي زياره محببه جدا انا نفسي جدا سواء كان انا بعالجهم او انا داخل في زياره مريض. زياره مريض دي حاجه مهمه بس ما تطولش في الزياره. فاهم ازاي؟ مش لازم تاخد معاك حاجات تقيله يا اخي والداية المريض في هذا الجو وهتخش تلاقي على طول اعرف ان في واحد عنده كيتوزس موجود في العنبر. تاني ريحه كاركترستيك اودر ريحه السميلو اسيتون عامله زي التفاح المعطب. معطب يعني بايظ. هي نوت باد اودر لكن كاركترستيك اودر. ف اهو الاسيتون ستيوبا وكوما ولو عاوز تاخد لاب يعني تاخد منه تحلل هتلاقي عنده جلوكوزول 4 بلس مش 5 كيلو غلط واسيتون انيوريك اسيتون وتلاقي عنده هايبر جلايسيميا بس ده مش بسبب الكوما واسيدوزس. يا سلام عالجه ازاي؟ عالج هذا المريض ازاي؟ قصه في دقيقة عشان وقتنا لسه ما خلصش خلاص لازم. لما كنت امتياز انا سوري من كلمة مش مهم سنة كام منذ عهود الغوابل. فاهم ازاي؟ منذ فجر التاريخ كنت في القصر القديم قصر المبنى اللي ما تهدش المبنى كان لسه طبعا المبنى اللي تهدد اتبنى جنبه مستشفى قصر عين التعليم الجديد. ما بحبش كلمة مستشفى الفرنساوي مش انا بحب فرنسا وزرتها كذا مره لكن ما بقاش ابدا. انا العام سوري كلمه انا وزير سابق عملنا كتاب عن اصلين ولا زال موثق يعني كتاب عن اصلين ده. ليه بقى انا بقول كده؟ كنت في المبنى القديم ده دهنوه في يشابه اللي جنبه. المهم والساعه كنا في ايام حرب الاستنزاف
ايام حرب الاستنزاف ما تعرفوش انا كنت اشتغلت. وكنت انا سهران كانت الساعه 2 بالليل القصه دي حصلت بحذافير ولا زال الزملاء اكبر ما هي عضو مجلس الكليه معايا من الاعضاء المعينين يعني. فدخلنا ناس مهاجرين من السويس جت بنت ابوها شايلها قصه الاولاد كلهم حافظينها بس انا بقولها سابقا. وجابوها سنها كانت 17 سنه وجابتها عربيه اسعاف في ديب كوما. وانا كنت امتياز لسه والنايبه كانت تصف فيا اللي هي بقت الاستاذه الزميله اللي شاكبه مني كل ما تشوفني تحكي القصه دي قدام الناس ما يقدرش فاهم ازاي؟ يعني مش حدايا. فالفكره ابوها دخل معاها هي جات البنت اخوها اسعاف دخلوها وكنت انا في الاستقبال تحت ودخل معاها طبيب لابس بدله شيك كده قوي وعرف نفسه بشهادات اجنبيه انا الدكتور فلان فلان مش عارف حاصل على كذا وكذا وكذا. مش المفروض تعرف نفسك بالطريقه دي فاهم ازاي؟ بلاش اسلوب ال انا بحب مصر جدا حتى النخاع بحب ترابها يعني لما بمشي في الازهر وبمشي في الشارع يعني قصدي لا الفاطين ببقى بقديه بقول اقصد الكلام ده بس مش المفروض تعرف نفسك. انا مره داخل من امريكا داخل يمكن زرتها لا يقل عن اكثر من 65 مره. فالفكره بقول للراجل اول مره اي ام بروفيسور دكتور محسن سليم قال لي صوات فاهم ازاي؟ طب بعد كده ايه؟ من يوم عمري ما اجيب انا محسن ما اقولش يمكن سليم فاهم ازاي؟ ايه ده؟ عرف نفسه وبعدين اقول لك انا حصل قلت له اهلا وسهلا يا فندم الزميل لازم تحترمه واوعى تذم الزميل امام اي حد ما عندك غلطان كل مرحله في العلاج وننتقل لمرحله ثانيه. مهم فقال لي البنت دي بلعب باربيتيوريت منومات هيديني ناخدها من يوم الاحد وابوها بيجي انها واخده باربيتيوريت ولو حضرتك عاوز تشوف الاي سي جي ات ذات تايم ما كنتش اعرف اقرا اي سي جي وحتى مسكته غلط فاهم ازاي؟ قلت له يا فندم واضح خلاص. قال لي واضح ان عندها اكيوت هارت فيلير بعد ما كبرت وجبت صدقوني يعني انا بقول لك الصدق جبت بعديها بعد الحادثه دي اشتريت اي سي جي بالتقسيط فاهم ازاي؟ من راجل هنا قدام الله يرحمه برضه فاهم ازاي؟ فالفكره قال لي في باين اكيوت هارت فيلير بعد ما كبرت عرفت اكيوت هارت فيلير ما تبانش في اي سي جي فاهم لما كبرت. المهم قلت له يا فندم قال لي تخش المستشفى كتبت دخول المستشفى كتبت كانت النائبه اللي هي استاذه عليا سنة قبلية قالت ما تدخلش حالات التنفس الا الشيء الاول كانت بتصف يعني شويه بعد اجيبها قلت لها في حاله باربيتشويت توكسيستي وكتبت على الحاله بلاغ بوليس لازم لو حد انتحر تخلق نفسك بلاغ بوليس. فالفكره عشان ما اطولش عليكم وابتدوا الناس بنتي دي كانت لها جمال ملائكي غير عادي. طبعا مش المفروض الطبيب يبص المرضى ابدا فاهم ازاي؟ هذا خطا. انا بقول كده انا بقول لك انا متذكرها كحاله وليس مش ممكن. ولو بصيت لمرضى هيسحبوا منك المهنه. في امريكا كل سنه اسف اقول بعضهم مصريين بص كده ساحبين منها ولا تعود. شوف اسمع كلامي لو طبيب عمل افيرز مع مريضه او العكس تسحبه منه المهنه ولا ترجع ابدا. شوف لما مفيش بقى هناك وسايط اسمع حدث. فالمهم يعني بقول القضيه بنت كانت صعبانه عليا وكانت جاسبي خلاص تيرمينال فيز. وبعدين ابوها كان قاعد فوق الاوضه كده وبعدين بقول له ايه اللي حصل؟ هي القصه التقليديه والتمهيديه بقى حواليه كل واحد بيشتغل محقق قول اعترف فاهم ازاي؟ وانا فاكر حتى الله يرحمها ست برضه ده زمن حكيمه تقول ما تخافش هنا عندنا حنوتي اللي هو مكان واحد يبيع فيكس كلاب والقطط كده في الجنب جنب الزخانه بتاعت الغاز كان في حنوتي والاكزخانه فاهم ازاي؟ اللي انا عايز اقوله في وسط هذه الدايلما وفاجئ شوف قد ايه في الطب ده في حاجات وعلى ايديكم ربنا هيعمل حاجات كتير بإرادته طبعا سبحانه. وفاجئ بحكيمة بتمجيه اسف تمجيه حاجه وحكيم حاجات من اللي بينصحوا البلاط. انا بقول لك هذا ما حدث وياما حصل حاجات قد واحد ما لهاش تفسير تقول لنا ما تاخدولها عين البول.
في اي مكان في العالم، حاله كوما في اي مكان في العالم محترم او غير محترم، فاهم ازاي؟ الف بيت في الكوما خد عليه دور. فقلت للراجل انا فاكر بقول لك يمكن ده اللي حببني في مرض السكر وغيره، لكن بالذات مرض السكر. قلت للمريضه بقى قلت لها من فضلك خدي اسطر يقول لنا عيد بول، قلت للناس عند اذنكم بره يقول لنا عيد بول اسهل ما يمكن. دخل اسطر من اليوريثرا دخل عيد بول، وانا حتى نزلت طلعت الدور الثاني في الاصلعين القديم ده كان عندهم بيشتغل السكر برضه الله يرحمه استاذ الدكتور مش هقول اسمه عليه بدري. المهم يعني هو ماسك كان على ايامي حاجه اسمها فهري، معرفش تعرف اسمها ولا لا، في البايرن خدتوه وحتى حلقت ايديا وانا بسخنه طلع بري كريبت احمر طوبي. البنت دي تطلع من الحصه بكل الورد، البنت دي كان عندها دايابيتك كيتو اسيدوز وما يعرفوش، تقول لي بقى 17 سنه وابوها ما يعرفش. الاب صادق كان وبيحكي قصه ممتاز، بيقول لك لا يا دكتور ده نامت وما قامتش، جه صحيح اتعشى معانا ما قامتش. Sometimes the first presentation of diabetes mellitus is coma. البنت دي بعد ساعة كانت قاعدة معانا. ايه؟ اديتها ايه؟ اهو. شوف العلاج؟ أول حالة يمكن واحد عالجها لدي كي اي في حياته، بص ولزت في ذهني. ابتدي ب 20 واحد في الانسولين في الأول وغيب. سوري الانسولين. وبعد كده ندي 0.1 يونت بير كي جي، مش فاهمني؟ بص بير اور. في الاول كده اي واحد في كوما دايابيتيك كده دوز خدت عينه لقيتها 4 بلس، مش كده؟ في المعامل دلوقتي عندنا جهاز السكر وتشوفه واسيتون، اديها 20 واحد وكل ساعه اديها 0.1 بير كي جي. افرض 100 كيلو مش افرض يا حبيبي، فاهم ازاي؟ 100 كيلو في 0.1 10 وحدات، مش 0.1 في 100 كيلو 10 وحدات، ادي كل ساعه 10 وحدات باي انفيوجن. بس خد بالك من فضلك، بس لازم تدي مع الانسولين ده جلوكوز 5% لاحسن الحاله تسرقك ويتحول المريض من هايبر لهايبر وانت مش دريان. المريض يا جماعه هو في كوما اما تديله الانسولين مش هيقول لك والان انتهت الهايبر، يفتح عينك انا داخل في هايبر. ده انت لازم تدي الهايبر بعد شويه. حتى الساعات اللي ده يدور في المرضى الناحيه، لا تحت من تعظينا مش بتدخل في حياتك مش بسيطه، لكن في بالك ساعات في حاجات. انا واحد من الناس دخل مني لا يقل عن 6-7 مرضى من هايبر لهايبر، الحمد لله ما جالهمش حاجه عشان شطاره زميل ليا مش عشان هايبر. ما تسهر عليها او بص اضطر اديله جلوكوز 5% مع محلول عشان المريضه دي هايبريت. لو في اسيدوز واضح لازم ياخد الكل. بص يا سلام على الموضوع، ادي انسولين وادي صوديوم كلورايد دي هيدريشن وجلوكوز 5% وايه تاني؟ خلاص فين لسه قبل راس اهو، لازم تدي الكل. بص صوديوم بايكربونيت لو عنده اسيدوزز جنب انتي بايوتكس، ده نايم على ظهره غيبوبه. انتي بايوتكس وادي الكل. وحياتكم ما تسهوش على البوتاسيوم كلورايد، ليه؟ الانسولين اللي اديته كتير قوي بيدخل البوتاسيوم فين يا جماعه؟ انترا ايه؟ مش بيدخل البوتاسيوم انترا سيلر ولا لا؟ لازم ما يصحى بالسلامه، مش مستعجل على فكره. يبقى اديه بعد ما يصحى، اديله بوتاسيوم كلورايد بعد كده. قد ايه علاج الفايبر اللي فيه دلوقتي؟ هناك نوع تاني من الكوما انا مش عاوز اقوله دلوقتي. مالكي توك هايبر اوزمولا مش حلو، ما بنحتاجش في القلب. واحد عنده شديد هايبر جلايسيميا بس الكوما حصلت نتيجه الدي هايدريشن بوليوريا جامده، واحد بايبت فزادت اوزمولاجي وبلط، لكن مفيش في هذا النوع كيتوز دي مش عليه قوي. اقراص بص اي الاقراص الشق الثاني انجن سكريتاجوج تفرز انسولين سلفونايل يوريا، اكتب عليها نظري هان سلفونايل يوريا. انسولين سنسيتايزرز ما اقولش الثاني دي معناها اقل اهميه، هقول انسولين سنسيتايزرز باي جوانايت اكتب عليها نظري هان
نظري هام اللي هو حالات الكفاف ده مش هام. ادويه بتقلل نسبه السكر بالامعاء، ثم لاول مره السنه دي اختبارات النظري هتحتاج نيو انتي دايابيتيك ايجنت. تعال في رحله وحياتك. واحد استحملني شويه. واحد اثنين ثلاثه اربعه. اول حاجه انسولين سكريتاجون تفرز انسولين سلفونايل يوريك دي بتنشط الريسبتورز. ما تفهمش غلط، في اوفرلاب. ده المين ميكانيزم، لكن الدواء الواحد بيشتغل باكثر من ميكانيزم. هو بيتحط يا دكتوره في اهم ميكانيزم ليه. سلفونايل يوريك في نظر كتير. بص قبل ما بيشتغلوا ازاي اساميهم ايه؟ بص دكتور قبل الميكانيزم اوف اكشن نفسي اقول اساميهم عشان ايه ده؟ رسمة طيب اهو. بص ادي سلفونايل يوريك عايز اقول شويه اسامي. في عندنا اول جينيريشن فيرست جينيريشن توربيوتامايد، دول بيقعدوا يا جماعه ثلاث مرات في اليوم، مرتين او ثلاثه. توربيوتامايد مش موجود في مصر، كان اسمه ماستينون. اسيتو هيكسامايد مش موجود في مصر، بتدرسوه لنا ليه؟ تاريخ لو بيجي انا بس لازم اشيله. اسيتو هيكسامايد ده بيقعد مرتين في اليوم. كل دول واحد شورت ديوريشن. جماعه كلوروبوبامايد هعرفه عشان عليه سؤال اكس كيو. بينفع في مرض غريب مش بس الدايابيتس، بينفع في مرض غريب خدته الترم الاولاني اسمه دايابيتس انسيبيدس. سمعتوا عنه؟ والله زمان يا سايزايت. حد فاكر السايزايت؟ اما اسالك ايه الدايريتك اللي انتي دايريتك عجبي؟ سايزايت مش كده؟ ماشي. بص ده عرفت يا جماعه ده ثلاث مرات، ده مرتين، ده مره واحده في اليوم ومش موجود في مصر. سكند جينيريشن اقل سايد افكتس، اقل ريزيستنس، لونجر ديوريشن. اهو هتحفظه غصب عني وعنك عشان عندك. بص سكند جينيريشن مور بوتنت ليس سايد افكت. خليك معايا معلش. خلاص يعني انا ما بحبش لحظات الفراق معلش. بص سكند جينيريشن مور بوتنت ليس سايد افكت. جلايدنج كلامايد اكتب عليه هام جدا قوي خالص. جلايدنج كلامايد جلايدين كلامايد تصدقوا لا انه موجود في السوق لغايه دلوقتي اسمه دوانين. دواء رخيص، دواء رخيص قوي. تصدق انه موجود في امريكا جلايدين كلامايد على وايد سكيل او سكند جنريشن يعطى مره او مرتين سنجل دوز اوف ذا فايروس. بقول لك مور بوتنت لسه فيكس ولونجر جنريشن يا مره يا مرتين. جلايديزايد دي ضيان كلكم عارفين جلايكلازايد دايمايكل. حد سمع الدايمايكل عنده قريب عنده سكر؟ في دايمايكل عاده العلبه الخضراء، في دايمايكل ام ار 30 و60، في حاجات كتير اهو. وفي جليمي برايد اماريل. انا عاوز اقول كلمه، بعض الادويه دي ما دخلتش امريكا. يعني ايه ما دخلتش امريكا؟ يعني شركه مش هقول اسمها بتحاول تدخل بقى ما يكون امريكا ما دخلش خالص. وامريكا ما فيش هزار، مش عشان خاطري فاهم ازاي تدخل لنا الدواء ده ولا تحط له هديه بمناسبه السنه الجديده ما تبقاش كده يعني ولا خلي الدواء لا اف دي اي ده عنده لعين فقط لا غير فود اند دراج ما عملتش الشركه صرفه. ماشي اقول لكم عن انا اشتغلت معاهم فتره ما فيهاش نقاش فود اند دراج ادمنستريشن. ولازم عندنا كان في هيئه مصريه قويه قوي هي استاذنا يعني توفاها الله من شهرين في الهارت اسمها هيئه الرقابه الدوائيه كانت فيري بوتنت. ليه بقول كده؟ يونايتد برايفت امريكا دخل ده ما دخلش. احنا عندنا سوق كل دول في العمل. دكتور ازاي بيشتغل سلفونايل يوريك؟ قربت خلص خلاص فاضل لي خمس دقائق خلاص. دكتور قصير فاضل بكره ان شاء الله ما نقدرش نخلص فاهم ازاي؟ بص
سلفونايل يورين. انا اضطر ناخد من الحد نص ساعة نكمل الطبيب ثم السي ان اس الموضوع الخطير اللي هو الموفين. دكتور سي ان اس اسهل من الكلام ده كتير قوي. استنى حياتي. استنى يا دكتور حياتي عشان خاطر. السلفونايل اللي هي بتشتغل بانكرياتيك واكسترا بانكرياتيك. ليه استنى هذه الكلمة؟ على البنكرياس وخارج البنكرياس. طب بتعمل ايه على البنكرياس؟ على البنكرياس بيشتغل على بيتا سيلز اوف ايتوبان هانز والفا سيلز كمان. شايف بتعمل ايه؟ استنى. من البيتا سيلز ريليس انسولين وبتقلل افراز الجلوكاجون. مش انتوا عارفين الجلوكاجون ده هايبر جلايسيميك؟ مش ده كاونتر ريجولاتوري هرمون ولا لا؟ اهي. نفسي ازود شويه كلام. على الاقل 30% اوبيتا سيلز شود بي انتاكت عشان تشتغل السلفونايل واي هي بتنشط الانسولين تقوم يا كسلان تفرز الانسولين. طب ازاي؟ بص للاسباب وفي اكسترا باكيات. بص الاول يا اسماء وجع الكلام النظري سهل قوي. بص اهي شايف؟ ادي جلوكوز ادي السلفونايل واي اهي بتعمل السلفونايل واي. بص زي المنظر بتقفل بوتاسيوم شانلز. تفهمي الانسولين ولا لا؟ مش كده يخش الجلوكوز الانسولين يطلع اي تي بي تقفل لا مش بيقفل بوتاسيوم شانلز. وبعدين دي بولايزيشن يتفتح الكالسيوم شانلز يخش الكالسيوم ريليس انسولين مش يشبه الانسولين. طيب ليهم ريسبتورز بتاعتهم اسمها سلفونايل يوريا ريسبتور سير SUR سلفونايل يوريا ريسبتور. وريها لي بص المنظر استنى اهو استنى بص يا دكتور اهو الاحمر ده الزهر اهو وريها لي هنا طيب اهو ادي سلفونايل يوريا شايف سير ريسبتورز يا سلام لينكد مع البوتاسيوم شانلز اشتغل هنا اهو شايف سلفونايل يوريا تقفل البوتاسيوم شانلز. لا السلفونايل كلمه من عندي الحين بتبقى في سطر واحد بلاش الفلسفه الفارغه بتاعتك يا دكتور محسن. سلفونايل يوريا ريسبتور موجوده في البنكرياس ولقوا في سلفونايل يوريا ريسبتورز كمان في الاندوثيليوم او بلاد فيسل وفي الهارت اهو ده اسمه سلفونايل يوريا 1 وده اسمه سلفونايل يوريا 2 اي في القلب وده 2 بي في الاندوثيليوم او بلاد فيسل. اذا عاوز شويه تفاصيل قبل ما امشي اهي حمش ما تخافش عشان نشوف بقيه مهماتك الفقيره. فاهم ازاي؟ بص يا دكتور اهو معلش بص يا دكتور اهو ازاي البنكرياس بيعملوا ايه؟ اهو بيقفلوا اي تي بي سيستم بوتاسيوم شانلز ده قلناه ولا لا؟ دي بولايزيشن يخش الكالسيوم ريليس اوف انسولين. في ناس بيقول لك سنسبايز البيتا سيلز كمان افكت الجلوكوز عشان تفرز. في ناس بيقول لك بتقلل الجلوكاجون الفا سيلز. في طلبه ما يعرفوش الاكسترا بانكرياتي. قيل ما يخطر على بال الاكثرين وما يخطر على بال الاقلين وما لا يخطر على بال احد. فاهم ازاي؟ قالوا انها بتقلل الكاتكولامين. بتقلل الكاتكولامين ده يزود الانسولين، الكاتكولامين بتقلل الانسولين. بتزود النمبر سنسيتي اوف انسولين ريسبتور اكسترا بانكرياتي. بتساعد اللايكوجينيسيس والانسولين وبتساعد اللايكوجينيسيس او بمعنى اخر انتي لايكوليتيك افكت بتساعده والانتي جلايكوجينوليتيك افكت. يا سلام على الكلام الحلو ده. يستخدم في ايه السلفونايل اللي هي مزيد من التفاصيل انت كده بكره الساعه 9. ثانك يو فيري ماتش.